مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم صنع بيوتي. كنتمنى تكونوا على خير. في فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد القناع بمكون من المطبخ غادي يكون بديل لبودره اللؤلؤ. سبق لي شاركت معكم تجربتي مع البودغ دو بيرل او لبودره اللؤلؤ. غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبه للفوائد ديال بودره اللؤلؤ، انها اولا كتحيد التجاعيد وكتحيد ليطاش. انا شخصيا ما فيهش التجاعيد، دونك ما غاديش نقدر نفيدكم في هذه النقطه. هذه ليطاش ما حيدتش ليا ليطاش باش نكون صريحه معكم، ولكن عندها واحد الميزه زوينه بزاف ديال انها كتعطيكم واحد البريق وواحد اللمعه رائع ان فوا كتحيدوا الماسك ديالكم، وكترطب لكم البشره من داك الشرفي. يعني الناس اللي عندهم شي عراضه شي مناسبه وبغاو الماكياج ديالهم يطلع كيف كنقولوا، ممكن يديروا بودره اللؤلؤ او القناع ديال بودره اللؤلؤ، غادي يطلع لهم البشره ديالهم اولا غيطلع لهم الماكياج ديالهم زوين بزاف. لانه من بين العوامل ديال انه الماكياج يطلع زوين انه البشره خاصها تكون مرطبه، ففي الترطيب كنعطيها نمبر 1. ولكن المشكل اللي كاين على انه هاد البودره اللؤلؤ الثمن ديالها شويه مرتفع، غالي، كدير 200 درهم باش كنت خديت هاد العلبه هادي. فباش حنايا نرطبوا الوجه ديالنا ولا باش تعطينا داك اللمعه والبريق ويطلع الماكياج ديالنا زوين ونخسروا فيه 200 درهم بزاف. هذا علاش اليوم ان شاء الله كي قلت لكم غادي نعطيكم بديل رخيص من المطبخ وكيعطيكم نفس النتائج ديال بودره اللؤلؤ. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ونشارك معكم هذا المكون هذا، ما كرهتكمش دابا تهبطوا تابوناو في القناه بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، سبسكرايب سابوني او الاشتراك، ما تنساوش كذلك انكم تفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم اشعارات بجديد فيديوهاتي، ودعموني باللايكات ديالكم. اذا غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله ونبداو باكتشاف هذا المكون هذا اللي كيف قلت لكم رخيص من المطبخ وغادي يكون بمثابه بديل لبودره اللؤلؤ. هذا المكون هذا غادي يعطينا واحد البريق واحد اللمعان، غادي يرطب لنا البشره ديالنا، غادي يغذيها من داك الشرفع خصوصا البشره اللي كيكون هكا كيظهر عليها التعب والارهاق، غادي يغذيها. وكيف كنقول لكم دائما البشره كل ما كانت مغذيه كل ما كتعطينا واحد اللمعان واحد البريق وداك الشيء كينعكس عليها. غادي يفتح لكم البشره كذلك، مكون رائع 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 جدا يا بنات، صدقوني من بعد ما ديروا هذا الماسك مباشره من بعد ما تحيدوه غادي تلاحظوا الفرق ديال 180 درجه. المكون ديال اليوم اللي هو بودره الشوفان، فيلا مباشره باش نكتشفوا شنو هما المكونات اللي غادي نديروا مع بودره الشوفان باش نحصلوا على هذه النتيجه هذه. اذا اول مكون معنا كي قلت لكم اللي هو بطل هذا الفيديو، هذا المكون الرئيسي والاساسي اللي هو الشوفان. غادي نحتاجو مسحوق ديال الشوفان. بالنسبه لكيفاش غادي نحصلوا على مسحوق ديال الشوفان، لانه كيجوني هذه الاسئله هذه، غادي ناخذ الشوفان وغادي نطحنوه، ماشي مشكل يكون غليظ رقيق ديال البكيه ديال العبار، ماشي مشكل، الشوفان طحنوه حتى كتحصلوا على بودغ بهذا الشكل هذا. ثاني مكون غادي نحتاجو معنا بودره الحليب، رائعه جدا في ترطيب الوجه، بودره الحليب اولا الحليب المجفف وكذلك كتغذي البشره وكتفتح لها اللون ديالها. ثالث مكون اللي هو دائما كتشوفوه في فيديوهاتي لانه صراحه كيعطيني نتيجه فما كنبغيش نستغنى عليه، تقريبا اغلبيه الماسكات كنجمعهم بهذا المكون هذا اللي هو الياغورت الطبيعي اولا زبادي خالي من السكر والمنكهات. اذا غادي نبداو على بركه الله في تحضير القناع. غادي نحتاجو واحد الاناء كيف كتشوفوا معايا اللي غادي نخلط فيه، غادي ندير واحد المعلقه ديال بودره الشوفان او مسحوق الشوفان، غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال بودره الحليب او الحليب المجفف، غادي نخلط هاد النواشف بعدا نمزجهم فيما بيناتهم. ودابا غادي نزيد الياغورت الطبيعي اولا الزبادي خالي من السكر والمنكهات، غادي ندير معلقه وغادي نخلط هاد العناصر هذه، الى احتاج ليا غادي نعاود عاوتاني نضيف. وهذا هو الشكل ديال القناع من بعد ما خلط ديك المكونات كامله. صراحه احتاج ليا غير معلقه ديال الياغورت هي اللي جمعته، غادي نقرب لكم باش يبان لكم عن قرب كيفاش داير.
كيجيب هذا القوام هذا كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو غادي نطبقوه على بشره الوجه، كيف كنقول دائما تكون مغسوله نقيه ما فيها حتى شي حاجه، نوضعوه من الاسفل للاعلى، يعني دائما الماسكات ديالنا نديروهم من الذقن وحنا طالعين حتى الجبين باش نحافظوا هكا على الشكل ديال الوجه ديالنا وما يترهلش ما ترهلش لينا البشره ديالتنا. نخليوه بطبيعه الحال ايفيتيو المنطقه المحيطه بالعينين، نخليوه لمده ديال 30 دقيقه ومن بعد نغسلوه بشويه ديال الماء بارد باش نسدو هكا المسامات. قبل كنغسلوه بماء دافي باش نفتحوا المسامات، ومن بعد الماسكات كنغسلوه بماء بارد باش نسدو المسام. صدقوني غادي تلاحظوا النتيجه من اول استعمال، غادي تبان لكم بشره اخرى ماشي البشره اللي نتوما شفتوها قبل ما توضعوا الماسك. بالنسبه للمده ديال الاستعمال ديالو، لان كيجوني هاد الاسئله هذه حتى هي، غادي ديروه نهار ونهار لا. انا كيف قلت لكم كاينين ماسكات اللي ممكن ديروهم بشكل يومي، كاين اللي ممكن ديروه مره في السيمانه، كاين اللي ديروه ثلاثه المرات في الاسبوع، وكاين ماسك اللي ممكن ديروه مره واحده في الشهر. هذا الماسك هذا لان المكونات ديالو خفيفه على البشره، غادي نديروه نهار ونهار لا، وانتم غتشوفوا النتائج بنفسكم، وانا كنتسنى الرد ديالكم في خانه التعليقات. لهنا حبيباتي غادي يكون سالا فيديو اليوم، كنتمنى اقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. كنتمنى انكم تجربوا الماسك قلت لكم، تخلوا لي الراي ديالكم في خانه التعليقات عفوا، انا اكيده انه غادي يعجبكم. حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف، ما تنساوش دعموني بزاف ديال اللايكات. تهلاو في ريوسكم، سلام عليكم.